السيد رئيس الجلسة، أود أولا أن أشكر السيد النقيب وكذلك أعضاء الهيئة على استضافتنا حول هذا الموضوع الذي كما أشير إليه هو موضوع ذي أهمية كبرى بالنسبة لبلادنا في السياق طبعا مسلسل إنهاء هذا النزاع المفتعل منذ سنوات من طرف خصوم الوحدة الترابية لبلادنا. وأود أن أشير إلى أنني لن أهتم بالجوانب السياسية، وأقول كذلك أن لدي احترام كبير للقضاء سواء تعلق الأمر بالقضاء في بلادنا أو القضاء عبر العالم، لأن القضاء كما نعرف هو الركيزة الأساسية لدولة الحق والقانون، والقضاة دائما طبعا يحاولون أن يعبروا طبعا عن أحكام قد نختلف معها، ولكننا في العمق ينبغي ونحن هنا أمام رجال القانون وأمام رجال السياسة ينبغي أولا أن نفهم المنطق الذي يقود إلى حكم وما هي التناقضات الداخلية لهذا الحكم نفسه، وهذا ما سأحاول بكل تواضع أن أقوم به. وأود كما هو معروف في المجال القضائي أن أبدي بعض الملاحظات الأولية، هي بريليمينار كما يقولون. الملاحظة الأولى وهي أن المحكمة ما نسميها بمحكمة العدل بالضبط للاتحاد الأوروبي هي محكمة تعتبر من الأجهزة الأساسية داخل هذا البناء الأوروبي، وأننا عندما نتكلم عن هذه المحكمة نتكلم في الواقع عن محكمتين بالعربية ما عندناش، ولكن نتحدث على لو تريبينال إلا كور. لو تريبينال هو الذي أصدر القرار الأول الابتدائي الذي تم الطعن فيه استئنافيا كما أشير إلى ذلك في سنة 2021، وذلك بموجب طعنين رئيسيين وهما طعن اللي قدمته المفوضية الأوروبية هي كذلك جهاز والمجلس الأوروبي. وأشير كذلك في الملاحظة الثانية أن هذه المحكمة هي محكمة تتكون تقريبا من على مستوى الاستئنافي على 54 قاضي، وعلى المستوى الابتدائي على 11 قاضي إلى جانب عدد من المدعين العامين، وأن القضاة يتم اختيارهم على أساس طبعا عدد من المعايير. إذن نحن أمام جهاز قضائي ليست المرة الأولى التي تفاعلنا معه، بل سبق له إصدار عدد من الأحكام، وسبق لي أن علقت على هذه الأحكام تباعا في سنة 2015 عندما أصدر حكما بعد النازلة ولكن بعد، ثم كذلك استنافيا في 2016 وأصدر في 2008. إذن الذي نعرف هو أن علاقتنا بالاتحاد الأوروبي هي علاقة طبعا يمكن أن أصفها بعلاقة ملتبسة. لماذا؟ لأنه عندما نتحدث عن الاتحاد الأوروبي نتحدث عن تعدد الأجهزة التي تحاول أن تتوازن فيما بينها، وبالتالي فطبعا نحن نعرف جيدا أن المغرب ليس معنيا مباشرة بهذا القرار. المغرب لم يكن طرفا، وإن كان طبعا بالأطراف التي ساهمت
في تقديم مذكرة فطال كاين هناك الفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية كومادير التي كانت حتى هي طرف إلى جانبي طبعا المجلس والمؤديك ضد من؟ ضد بوليزار ضد البوليزار. إذا الأطراف اللي عندنا باش نفهموا هذا القرار هذا عندنا جوج نتاع الأطراف الرئيسية اللي هي المفوضية واللي هي المجلس وعندنا طرف آخر دخل في المسطرة اللي هو هذه الفيدرالية ضد بوليزار. هذا الحكم هذا كجميع الأحكام كما نعرف يطرح قضيتين رئيسيتين اللي خصنا نناقشوها وخصنا نتأملوا ونشوفوا شنو هو كيفاش تبنات. المشكل الأول دائما اللي اللي مطروح لنا في الدعاوي هو مسألة المقبولية لا كيسيون دو روستوفابيليتي، بمعنى هل الطرف اللي قدم دعوة في البداية وهو البوليزاريو هل يملك الصفة لتقاضي أمام المحكمة الأوروبية؟ هذا السؤال الأول اللي كان جاوبت عليه المحكمة ابتدائيا وغادي يتعاود يجاوب عليه يطعنوا عليه. شنو هو الأساس ديالو؟ علاش كنطرحوا هذا السؤال؟ نطرحوا هذا السؤال بالرجوع إلى المادة 163 التي تنظم اللجوء إلى المحكمة. هذه المحكمة هذه اللي احنا كنتكلموا عليها، شكون اللي يمشي لهذه المحكمة؟ هذه المادة 163 ماذا تقول؟ تقول أنه كل شخص، اسمحوا لي باش ما نرتكبش احنا مادة 263 بالضبط، يمكن لكل شخص ذاتي أو معنوي أن يتقدم بطعن ضد الأعمال الموجهة له أو التي تهمه مباشرة وبشكل فردي أو ضد التصرفات التنظيمية التي تعنيه مباشرة والتي لا تتضمن إجراءات تنفيذية. هذا هو باش واحد غادي يمشي للمحكمة لهذه المحكمة راه المادة 263 وضحت كتقول لك أودي خصو يكون شخص ذاتي أو معنوي. إذا جات المفوضية والمجلس أي الأطراف اللي طعنوا قالوا إن البوليزاريو لا تتوفر على تقاضي صفة تقاضي. علاش سيدي لا تتوفر على صفة تقاضي؟ لأنها ليست شخص ذاتي وليست شخص معنوي. هذه ماشي شخص معنوي ماشي بيرسون مورال. لأن باش تكون بيرسون مورال خصك تكون مرتبط بنظام قانوني وطني. والبوليزاريو ما عندها لا وطن لها. إذا كيفاش المحكمة غادي تعلل لنا هذا الشيء هذا؟ علاش قبلت؟ المحكمة غادي تطرح لنا جوج نتاع المستويات. هذا السؤال الأول اللي باش نفهمه غادي تجيب لنا عن إقليم، وهذا شيء أساسي قلنا احنا غادي نرجعوا لهذا الشيء، عن إقليم ما زال قانونيا يندرج ضمن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وهذا شيء أساسي. نو مازال اليوم في الوقت اللي راحنا نتكلموا لا كاتريام كوميسيون ما نسميه باللجنه الرابعه راه تناقش موضوع الصحراء. اذا بالنسبه للامم المتحده ما زال هذا الاقليم يعتبر يندرج، وهذا من المعارك التي ينبغي ان نستمر في خوضها، لانه لا يعقل انه من بعد التطورات التي وقعت ومن بعد الاعترافات التي تمت ما زالت الامم المتحده لم تغير من منظورها لهذا الاقليم. ولكن بالنسبه للناس اعتبروا ان هذا الاقليم ما زال داخل حكم الذات. المساله الثانيه
التي بنت عليها هذه المحكمة. وهذا خصنا نكونوا موضوعيين، هذا التصور ديالها هو تصور اللي هو بدأ منذ البداية، يعني أنه جميع الأحكام التي صدرت عنها فهي التي كانت تتعلق بالبوليزاريو، فهي اعتبرت أن البوليزاريو لا يتمتع بالشخصية القانونية الدولية، صحيح، ولكنه من حقه فهذه الشروط اللي حددت عنها المحكمة نظر لتمثيليته لهذا الإقليم، فهو طبعا ينبغي أن نعتبره كطرف قابل للتقاضي أمام المحكمة. إذن هذا المستوى الأول. وهناك لاحظوا طبعا المفارقة الكبرى هو أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار طبعا وجود فاعلين آخرين، إن آخرين اللي هما يمثلون الشعب الصحراوي، واللي هما طبعا يساهمون في الاستشارات الانتخابية التي تقع في المغرب، والذين يعبرون عن انتمائهم للمغرب. المحكمة لم تعطي مع الأسف الشديد أي أهمية لهذا الشأن. إذن هذا المشكل الأول، المشكل الأول اللي تبنى عليه القرار واللي طبعا جاوبت عليه المحكمة، وهي اعتبرت إذن أن البوليزاريو من حقه أن يكون مقبولا لترافعه وللتقاضي أمامه. نجيو لمسألة الجوهر باش ما نطولوش. شنو هو المشكل اللي طولوش؟ شنو هو المشكل اللي طرحته؟ المشكل اللي ناقشته المحكمة واللي هو مطروح هو أنها تعتبر أن هذا القرار، أن الاتفاق عفوا ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين المغرب لم يكن كافيا فيما يتعلق بإبراز موافقة الشعب الصحراوي لبنوده. كما كتقولنا ودي فعلا المفوضية إلى جانب مصالحها قامت باستشارات متعددة لمعرفة رأي الساكنة اللي تم الاستشارة ديالهم. هما صحيح الأغلبية ديالهم لا تنتمي إلى الشعب الصحراوي، وهذا هو الخلل الكبير في القرار. ضل ماشي هو المسألة لجوء البوليزاريو إلى آخره، هذا مسألة في اعتقادي شخصيا مسألة اللي هي سبق للمحكمة نظرت لها، ولكن المحكمة ما عطاتناش شنو هي المعايير اللي نبنى عليها هذا التمييز في الوقت الذي نعرف أن مسألة تحديد هوية الأطراف المشاركة في الاستفتاء عندما كان النقاش حول الاستفتاء طبعا كانت من بين القضايا الجوهرية التي كانت مطروحة، ومسألة تحديد الفرق بين الشعب وبين الساكنة فهاد النزيلة ديالنا بالخصوص هي مسألة مستحيلة، مسألة مستحيلة. وراه لاحظنا احنا ما غاديش نرجعوا طبعا لمسلسل تحديد الهوية الذي عرفه هذا الملف هذا، حيث انه رغم المعايير التي تم وضعها سواء من طرف بيريز كويلار او من طرف الامناء العامين، وكذلك طبعا تدخلات الممثلين الشخصيين لهؤلاء الامناء العامين، ولكن لاحظنا ان هذه القضية تحديد الهوية اي من هو الصحراوي، هذه مسألة أعتقد شخصيا أن المحكمة جانبت الصواب فيها، جانبت الصواب فيها وغلبت المنطق السياسي، غلبت المنطق السياسي لصالح تصور أعداء الوحدة الترابية.
حيث أنه اعتبرت فقط رجعتنا إلى سنة 71. واش فهمنا؟ رجعتنا ل 71 بمعنى رجعتنا إلى ذلك التصور الذي كان يعتبر أن الصحراويين هم الذين تم إحصاؤهم من طرف فقط الإحصاء اللي وقع اللي دارته إسبانيا في سنة 1971، بمعنى أنه في ذاك الوقت لم يكن يتجاوز العدد 70,000. وهذه كانت النقطة الخلافية الكبرى فيما يتعلق بهذا الملف. إذن هاد المحكمة عندما ميزت واعتبرت أنه لم تتم الاستشارة نتاع حد الشعب الصحراوي، فطبعا نحن نتساءل من هو اليوم، شكون هو الصحراوي؟ الصحراوي طبعا نعرف جيدا أنه وقعت تحولات ديموغرافية منذ استرجاع المغرب لصحرائه، وأجيال اللي تعاقبت اليوم في الصحراء، وبالتالي إذا كان من ضروري بالخصوص في هذه النقطة أن نفهم المحكمة، فطبعا أتصور أنه في هذه النقطة اللي كان التعليل تاع المحكمة يظهر لي كان تعليلا ضعيفا يجانب المعطيات السوسيولوجية، يجانب المعطيات الحقوقية، وكذلك يجانب المعطيات المرتبطة بمراقبة طبعا المنتظم الدولي لهذا الملف، وخاصة ما يتعلق بالاستفتاء. إذن بصفة عامة هاد جوج نتاع القضايا هي اللي جوارية. باش نكونوا شوية نتقدموا، شنو هو الآن القضايا اللي مطروحة علينا في العمق حسب الاجتهاد ديالي؟ المغرب سجل مكتسبات جوهرية كما أشار إلى ذلك سيدنا ناقب وكما هو معروف، والمغرب أنا شخصيا أقول دائما ملف الصحراء انتهى، ملف الصحراء انتهى، انتهى سياسيا، ولكن مازال قانونيا فيه إشكالات. فيه إشكالات، شنو هي الإشكالات اللي عندنا؟ الإشكال الأول هو هذا الشيء، خصنا نصفيو هذا التوصيف نتاع الإقليم بأنه مازال خاضعا للأقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي. المشكل الثاني هو أن قرارات مجلس الأمن، ونتطلع إلى القرار الذي ربما سيصدر في نهاية هذه، أنه يكرس اختيار ما نسميه بالحكم الذاتي كأرضية واحدة للتفاوض. والمسألة الثالثة أو المعركة الثالثة اللي هي لا شك أن الدبلوماسية المغربية مجندة لها، هي ضرورة طرد ما يسمى بالجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي. هذه بعض الملاحظات اللي هي حاولت أن تكون أكثر قانونية. أشكركم على حسن الاستماع.